بعنوان القدس عاصمة فلسطين، بدأت فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب، وفي دورته 22 يأتي مركزاً على شباب المستقبل. في وجود فعاليات ثقافية، فعاليات على درجة عالية من التنظيم والترتيب والتنوع بالمعنى الشمولي للكلمة. هناك اهتمام بدور النشر التي تعمل على تطوير النشر الإلكتروني، لدينا اهتمام بالترجمة بكل ما تعني هذه الكلمة المعنى. احنا شراكتنا مع اتحاد الناشرين شراكة عميقة، ونتمنى أنها تتطور وتتقدم. في كل زاوية معرفة، حقول من الثقافة جاءت من 22 دولة لتعطي الزائر اختلافاً وتنوعاً في اهتماماته الفكرية. معرض عمان الدولي للكتاب في هذه الدورة زادت عدد المشاركات عن الدورات السابقة، وصل عدد المشاركين 400 دار نشر من تقريبا 22 دولة. هذا التطور طبعا يعني نتيجة زيادة في مساحة معرض عمان. دائما نسعى في معرض عمان لتطوير المعرض بحيث يخدم في الدرجة الأولى القارئ. معرض يبرز دور الثقافة في صقل المواهب الشابة وتشجيع الزائرين على القراءة التي ربما يجدون فيها ضالتهم. أسبوع ثقافي بامتياز وحضور عربي أكد على أهمية دعم الشباب والطفل من جهة، ومن جهة أخرى توحيد الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية. من عمان آية السيد، هنا القاهرة عاصمة الخبر.